حياكم الله، معكم أخوكم عبد السلام، وحياكم مرة ثانية لسلسلتنا المعتادة الرعب الحقيقي. وبنبهكم الحين بنطب بعالم الأونيتشانز والأونيساماز، عالم مرعب ومخيف ما حد يقدر يتحمله. وعشان أعطيكم بريكول، إحنا الحين عندنا ثيم وبعد عندنا هذه الخلفية هنا. ارتعبتوا؟ أدري حتى أنا بعد مرتعب. يلا بدون ما نطول، وعندنا ثلاث ألعاب هالمرة ذي. عندنا لعبة باثنين في ثنتين فيجوال نوفلز، وعندنا سورد آرت أونلاين. أدري متحمسين، بس خلنا نبدأ بالفيجوال نوفلز أول لأنهن أسرع. قلتكم هذه فرصتكم أخيرة، هذه فرصة لكم. قفلوا الفيديو، شوفوا بندر بندريتا، يمكن منزل فيديو كويس. قلتكم الحين نطب عالم الأونيتشانز والأونيساماز، عالم مخيف. حتى بعد شوف ذي تقول هاي ما نطلع، لا تقعد تركب تخاف. سيجا بلانت ساغا، زومبي ساغا. انتر جراما. Yeah! Don't you regret everything in this world? إيه، أنا نادم على كل شيء بهالعالم. يلا فرصتكم الأخيرة. واحدة بينه بتكون اللي تحبه اصلا، واحدة بينه بتكون خويته يوم صغيرة. واحدة بينه ولما غير تطيح وينقذه. واحدة بينه ملعفنا او ميت اكيد. انا تو شفت شيء بس ما انا بتظاهرني انا ما شفته. سبحان الله طاح. اوه لا اعذروني. بعدين احنا نشوف القصة رايحة. Girls meets love. ما عليكم. شفت الرعب الحقيقي؟ هذا احنا قاعدين نتكلم عنه. هذا الرعب بعد ما شافوك الانسان ما حد ينجو. اصبر، لا لي ساوند. بعد اكيد صار بس ساوند، ما في ساوند. هذا التكست كله. يب ساوند. هنقصر كل شيء نخليه شوي. طيب شوف بعد الحين اطلع الشخصيات كلهم، لان دائما العب فيجوال نوفلز كذا يخليك تخلي تختار شخصيتك بتسمعه ولا لا. انا بيشوف وين الزر اللي يقول لي يسوي سكيب لكل كلام. يب يلا اعتقد احنا الحين نبي نطول عذابنا احنا. اوه لا سويت ريست. سويت ريست انا هالحين. لا تضغط. اوه قالت اونيتشان، قالت اونيتشان. احنا الحين اوه الرعب ما يقدر يتحمله الواحد. يلا اخر فرصه لكم. جاهزين للبرولوج؟ اوه يلا. الحين كيف منو يجيبوا الشخصيات دول انمي هذولي؟ تعالوا مثلا بيقول هذه قصتي بكتبها كذا، يجون يوريهم يقول توكل على الله بس الله يهينك. يعجبني. اوه طاح ومسكته. اوه بالغلط. طول عمر ذي ما في احد يضحك عليا. اوه اثر اكس. سبحان الله ما يمشي الوضع. اروان يسوي سكيب. غط اروان تو شفنا الشجر. قاعد كلام صح انا اتفق معه.
احنا رايهم ننسى دحين بالارض. هذا سؤال ما عمري توقعت ان بساله بحياتي. خلني اتوقع هي بنت مب انسان، هي الشيطان طالع من تحت الارض عايش انه عمره 500 سنه وفجاه سبحان الله رجع بجسم بنت. عليك قليها انتو بس، لا تسال قليها انتو بس، لا تسال. لا تفهم بس كل هالكلام الياباني. لحظه يجب نشوف السكيب حقت الانيميشن تحت عزايا اليمين. طبعا شخصيتي قام يناظر على طول، والله شخصيتي فقير وراه عايشين بهالبيت الخياس. او لا انا غني اثري طلعت. منو قاعد يمشينا على المدينة او بحا؟ اوتو، الاوتو من نفسه. شفت غمزنا انا تحت. الوقت الجاز ذا رهيب. تجلون؟ ما عندي مشكلة اسمعه. يعني تتقارن مثلا العب فيجو نوفلز ثانية زي ستاينز جيت، دانجرامبا، زيرو سكيب، هناك في قصة وجيم بلاي، هذه بس تشوف الشخصيات دول يتكلمون مع بعض. اسوي سكيب بس الحين. هذه رسالته حق سماش. يب هذه بنت الشيطان طلعت. بيقول هذه بنت برضو خاقن عليها. لا هنشوف كم واحد اربعة كم او خمس. لو اربعة طول العمر الشارع محل لنا اربع. حتى هي بدأت تخاف، عارف انه تطب لعبة هيرم. قالت اوه لا قالت اوه لا ما اقدر اتحمله. تشوف بدها تطلع، حتى ما تشوف بدها تخاف، يعني ها وضع ما يطمن. احنا الى الحين ما سمعنا احد يقول الوجه ذا اللي ها 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 قاعد تضحك علي بنت الذين. انا ما شفت الوجه اللي شفت اللي تصير عين كذا حرفيا بؤبؤ، واللي عيونها هذي كذا، هذا المفروض يضحكن. اوه مستر سمود walking up in town. هل انت بعد جزء من الهيرم؟ خرب السالفه من اخرته. اختك هذه لانكم تشبهون بعض والله. هو اكيد يقولون كلام يضحك بس انا طول العمر لا ما يضحك. شفت الهوره الرساله؟ قال شوفي جتني رساله حقت سماش. نفس اللبس بالضبط، يعني نفس مو يعني مو بقصد نفس اللبس انهم نفس لبس مدرسه، لا نفسه قص لصق. الفرق الوحيده كرافته. يجون والله يا ايش تبون هذا؟ تعال يلا عندك شغلك الحين قدام 30 ثانيه عشان تخلصوا. رسم الكرافته نازله عطوه. قال هذا زين؟ قال ما انا مهتم. وسحب الورقه منه. اوه عطتني النظرة. تقول انت قاعد تلعب لعبة فيجو والنافل زي كذا وحياتك تستاهل؟ لا الحياة ما تستاهل. ريد ديد ريدمشن وخري. اوه تو العالم تتقلب، دخلنا عالم الشيطان. تو طلع اوه سبحان الله، يعني اوكي اكيد ما تصدق، يعني تو تستوعب. والبطل حقه يقول لا ما اقدر. والحين قالت لي انا الخربان. بعض الناس ما يسمحون اوجيههم صدق. اصبر هل هي بتقول كلمة سرية؟ يا سيد ما قالت الى الحين. توقعت تقول اوني تشان لان مسكني بنفس البيت. هذه راح تمثل دور الاخت.
وش بلا ممخق واحد يخق على اخته باليابان هناك. يعني يب قالته اونيتشان اونيتشان قالته خلاص هو سكيب الكلام بيقول اوه امها لو مات وانا اهتميت به حزن داري ما عليك وانا متصل معكم بالشخصيات هذه انا عارف مكانهم تدري وين بس بالا هذا من اظن قلوه روح للمستشفى انت يا مريض اوه لا هذه غرفتي هذه بنت الشيطانة وكلمتني برضه نعم وش ذاك اللي على الزاوية على اليمين جيم بوي من الذين الناس خلاص ماتوا عن الجيم بوي يعجبني البنت الأساسية اللي على الكفر ما جت إلى الحين ما جت إلا بس والمشهد سحبوا عليها يعني أدري إنكم أو تحميس السالفة بعدين بس السالفة غبية أو تأخرنا عن المدرسة حط توست في فمك وركض ثلاث شخصيات دولة للحين مع بعض ولقينا شخصية زيادة عفوا ثلاث شخصيات إذا فهمت النكتة زين هي اليوم البنت متواضعة من هالكام ذا وهي الطيبة هو عندها ثلاث مناديل وما غير يفكر بذيك اللي بالبداية وقينا البنت الزاحفة ذي اللي مرة التاون بوي قد يقضوا عمره ستيريوتايب ورا ستيريوتايب ورا ستيريوتايب اوكي بريك هنا وقفوا صدق وش السالفة يا اليابان مثل ما قال جوزيف جوستار I'll never forgive the Japanese وش ذا يعني تحاول تقنعني ان ذي بنت بالثانوي تستهبل على ام جابتني يا ابن الذين ولت امس انا لا اصبح ممكن انت استاذة لا ابن الذين اللي سوى اللعبة قاعد يطقطق علي يستهبل لا صدق يستهبل ابن الذين يقول ما عليك استاذة عمره 500 سنة او هذا هي جات تخيرا البنت اللي على الكفر البطلة دائما بالفيجو النافض شفت شخصية غير البطل اعرف انه مو بهذا الشخصية الاساسية اذا انا ما شفت البطل اصلا ولا شفت شكله مو باحد وبعض يقولون اوه المفروض انت تصير البطل انا ما بطل كويس بالقصة اوكي احنا طبينا مكان تتشلون اللعبة صارت 10 من 10 فجأة ما ادري ليه يعني ما ادري وش اللي يحسن الصراحة ما ادري بس صارت 10 من 10 يعني بدأت تعجبني شوية اللعبة ولقينا البنت اللي تحب الحلاو هلو اي هذا هلو وسلم عليه عارف شلون اسلم على وادم باي شجرة شرح مرة ممتاز هلو باي شجرة شلون يعني راح سلم على احد وقل له مع السلامة ثم انتحر يمكن هذا اللي سوى اللعبة قاعد يكتبنا رسالة لازم نمشي بالمدرسة الحين ما شفنا احد حتى ذيك البنت اللي كان الشيطان نبقى لقينا البطلة هل بتسوي شيء مفيد هالحين لا راحت ابخرت رجعوا له هي انا ماني مهتم لهذولي اللي تقعد لي ساعة تقول لي اوه رسالة اعتراف بالحب نشوف الحين ابن الذين الحين يقول لا يا جدع الرسالة بوجهها عشان تدخل باللعبة وطقهم للذين اوه الاغنية الرومانسية بدت ايش كانت التيشيرت حق مكتوب لوف رابت لا لوف ريبي رابي اوه الحين يفكر به يروح بنت خقت علي وشلون اتحمل الازمة هذي ازمة ما اقدر اتحملها ما عليك راح تلقى وضعك انت الحين اوكي هذا كول جاي هذا كول جاي بس شكله ميت هو اللي نشوف ابيض واسود وهذا ابو نظارات اللي اخو البنت ذيك الشيطانه ادري انهم اسامي بس مين يهتم صدق
الحين لحظة أجل هذا يعني شلون هو كان أخوهم الكبير ثم مات ولا إنه صار له شيء ولا تراكم سحب عليهم قالوا شو السالفة؟ أوه شكلي عارف إيش صار. طيب البس سروالك أنت الله يخليك عادي ما عليك أنت. وبعد صدق ما حد يعرف هنا بهالعالم ذا المضروب. ما في حد يعرف اللي طق الباب. يعني هذا في شيء اكتشفوه العلماء اسمه طق الباب قبل ما تدخل. واسأل قل هاي فاضي قلت طق طق تراي داخل عشان اقولك هاي لا تدخل. يب هذه الاستاذة من جدك تقنعني ان دي استاذة؟ أوه وفجأة طاح. أوه لا ضاح. أتشوف هذا بالأنمي المفروض تكون صدق لأنه ما عمره يضحك. هنا تابوتك. أوكي فهمنا اللعبة. اللعبة جاء سبحان الله يعني وهي دخل عليه وهي كذا ثابتة سبحان الله غيرت بلقطة كذا بام بثانية. لازم نشوف في شوية اكشن هنا قاعدة تصير بينهم. الحين بس بغيت تقط وجه عند الناس. اما رضي طاقة الباب فوضعنا سليم. تولع فجأة قالت سكيب. الساتر كل ذا ديمو. نصنا فيجو ناضل ف تخبر شلون ديمو دانجر رامبا في 3 كان رهيب خلاك ترجع للعبة. يا استاذ ما ودك تغيرين ملابسك. نتخبر شلون كل الديمو بس هنا الديمو مغير ناس يتكلمون. من وين جبت الجاكيت؟ هزمت جوترو. هزمت جوترو ولبست جاكيته. بتستدعي ستاند حقه. كل واحد منهم لبس ابغى جاكيت زي كذا انا. يلا اللعبة الحين بدت تمشي كلهم برا وجوترو. وجوتر شاف قال ياه هذا اللي نبيه اعطاهم جاكيت. اوكي يلا ابغى جاكيت انا. تدري والله انا ترى على حافه اني اقفل الديمو بعد شوي نصدق نجرب اللعبه الديمو الثاني. اوه هذا بدا يحزن يقول اوه مستر خققهم انا خقيت ويسحب عليهم. اثر بس ما ادرى انه ورا البنات كان في مرايه وهو قاعد يناظر نفسه. يعني ايش كنت صدق سؤال صريح لعب الفيجوال نوفل زي كذا وين القصه؟ القصه ما تمشي. القصه تمشي بس راح تلم جدار. راح تلم جدار مضروب وغبي. من بين الشخصيات الحين اللي قدامي الوحيد اللي بس متقبله انا الصراحه البنت اللي لابسه الجاكيت اللي كان الشيطان ذي الوحيده متقبله انا. لان هي الوحيده قاعده تسوي اشياء هنا مهما كان الشيء تافه على الاقل في شيء قاعد يصير. انا رحت تاكل حلاوه ورجعنا قعدنا بنفس النادي حقهم اللي هنا تابوتي. كافيتيريا هنا الحين ما في احد. اوه طلعت من تحت الارض. طب سلم عليه قل شيء الحين. عشو الحمد لله في نقاش الحين بينهم. في شيء قاعد يصير. العقل في شيء يعني مهما كان شيء تافه على الاقل شيء. اقسم اوكي ورا الكاميرا كذا جايه. هذا الكاميرا سوى سكيب. لا ثبته يقول اللي سوى اللعبه قال جينيوس هذه اللقطه اللي نبغاها. أوه لا بديت اتعب انا الحين اللعبه هذه قاعده تتعبني. يا ساتر I'll never forgive the Japanese. اوكي خلاص صدق بمشي شويتين اذا في لعبه صار لها سكيب ومشيت على مشهد ثاني خلاص بقفله. الديمو طول اكثر من اللازم وانا حياتي ما تتحملها. اوه وشفت لي عالم الشيطان الشياطين اللي ندخل العالم حقهم فجاه الالوان تنقلب. اوه لا ابغى اكمل. يس كويك سيف. طيب بس ابي اكمل. لا انت معقول انت هديه مو كذا؟ معقول لحظه معقول انت هديه مو كذا؟
لاني راقد كنزر. ها ياب انتهى الديمو كذا، يعني ما في مثلا نهاية ديمو، وزي لعب الديمو ثانية يقول اوه شكل الديمو حقك، اشتري اللعبة هنا، اصطدر اللعبة كذا، لا بس اضغط ستارت يا اخي وامش. شكرا لكم على الديمو، الديمو 10 من 10. كفل شو الزبالة اللي تو لعبتها انا، سو ديليت. ليتني شايف كم حجمه اول، هذه كم حجمه؟ 1 جيجا. والموسيقى ها الجيتار من جدهم ذي موسيقى طيره. اوكي بداية طيبة من الحين. طبعا لعبة جي ان سوفت وير، طبعا من لعبة انمي الا بس اذا فيه انمي انترو. عشان انا قاعد اكتب اقول انا هو اوه الحين هنا فيه انجليزي. نسيت ان دائرة نرجعنا ياباني. قصر لان الموسيقى مرة عالية شوي. قصر كل شيء. هل هنا في اوني تشانز ولا اوني ساماز؟ هنا هذا السؤال يطرح نفسه. اوكي يصبر وراح ده شخصية سلحفات. هل حنا بنسوي رومانس مع السلحفات؟ فكان كذا عارف انا اي طريق راح اخذ. يلا يس اوكي 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 اقل هذا رجع هنا ذولي من مرة مهتم ذا. اكسترا وش في اكستراس؟ سي جي ما مقفلات لازم اشتري اللعبة كاملة. نيو جيم يلا يلا هنكره عمري. ليتس دو ذس. ليه لا؟ الى الحين ما في انمي انترو. شوف هي لها ذا ارنب بس هذا مو باني جيرل سينباي. باني جيرل سينباي في قصة، هنا ما في شيء. هنا بعدين من بس واحدة قالت سونو تي ثم انتهت. وراك سؤال يطرح نفس الصدق، وراك كل غرفهم تشبه بعض. ما في لا اوني تشان ولا اوني سما انا متاكد. نب نفس الكلام. شلون هذه اللي هذا اخوه ولا اخته؟ لانه الصراحه انا الحين ماني داري مع الانميات الجديده ذي تلخبطت. خلنا نسمع. انا قلت لك انا ماني بداري. تبني هذه امهم ولا صديقتهم اللي عشت معهم؟ تدري شلون؟ ما ادري ولا ودي ادري الصراحه. في بعض الاشياء المفروض ما حد يدري عنها. لا شكله هذا ولد. فيه خلني اتوقع طاحت عليه صح؟ ياب. يقول يلا صباح خير وش هذا يا رب؟ يلا يقول اوه شزين يلا يلا انت صباح الخير وش ذا؟ والشعب سايتما هنا برضو انا طلعت لا شعوري فجأة طلع بوجهي من بنت فجأة رجال مقرع. هذا تطوير الانمي. وقت كذا بدينا كنت وش معلم يوغا مو بيوغا يسمونه حقين بوذا هذولا. شو السالفة الحين هنا؟ العالم هذا ما له معنى. رحم الله مسكنهم مساكنهم. شوف بقول لي اقول اقل شوف الشيء الايجابي الواحد اللي اقدر اقوله انه اللعبه هذه بها تعابير اكثر من اللي قبله. هذا الشيء الوحيد الايجابي. كانك تقول يا طويل العمر الزباله هذه من ريحته اقوى مثل هالزباله ذي. لا زال كلهن زبالات وريحه نخياس بس في واحده بينها اهون.
اوه احنا الحين ما في لا اونيتشا ما في اونيتشانز ولا اونيساماز هنا في سمبايز اوكي كيد مدرسة سمي وكلي باليمين الله يخليك سبحان الله تاكل ولن دومي ما ينتهي اشوفه هنا شف شف العزة مليان وبعد كولي وانتي ما تكلمين احد وامهم طلعت اكيد امهم واختهم الكبيرة واحد ما ودي يدري في امور يعني قلت لك المفروض ما حد يجاوب عنها طلع ذاك تو ولا شكل من ورا ياب هذا الرومانس حقنا السلحفات ذا هل هو السلحفات من جوجو بارت 5 اللي فجأة مش كلمة السلحفات كوكو جامبو اسم السلحفات سبحان الله هم يشبهون بعض اخوكم الشبه 40 يجون يقول هاي شينجي قضيت شغلك اخذ ورقة هذه هذه هي اسمها تسومي ما عليك يلا همش ايش سلحفات طلع شيطان وتلبسه او ان السلحفات تحول للبنت قايل لكم افضل رومانس اوبشن السلحفات انت ما انت باني جيرل سينباي اسحب عليها طلعت انها تشوف فورم حقه وبتذبحنا الحين اقل شيء راح يصير بالقصة قلت لك اقل هذا بداية دارين ها 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 الورق قاعد يشوفه يا اللعبة ما بدأ من ضيعة الفلوس من ناحية التصوير اصلا كوجيما قاعد يناظرهم يقول يي هذا اللي نبيه بديث ستراندينج يقول شو هالذكاء هذا غطوا علي هي الذين ما يستحون ايه كذا صوت كوجيما ما عليك وانت حين ما غير تطلق يلا تعاوش انت وياه سوء تفاهم عادي لزوا ببيتنا عادي سؤال مين يشتغل هنا بهالبيت ذا عشان يدفع الفلوس هذي كلها الايجار كهرب الاكل اي شيء ثاني هذي السلحفات اظنه هو السلحفات له علاقة بالسالفة هذي سبحان الله جت عندنا مقابلته بنفس اليوم لمدرستنا وسايتم هناك ورا قاعدين ناظر ارجع الله يخليك ارجع عندك تنزل زي كذا تو ما تستحي على وجهك ما عليك هذه طالب الثانوي ارتاح لا ما عليك مصدقك انا اللي ما عليك مصدقك انا انت اي شيء مجنون هذي اخترت هذه اي شيء يمكن قلت انك غبيه ما تفهم ما ادري على الاقل هنا جابوا لك خيارات مو زي الديمو ذاك اللي قبل فجاه ستارت الديمو وقف نزل نفس البنات اتوقع لقينا المين كاست حقنا هذه ابغى فجاه تنتهي اللعبه تبدا مثلا بيجيك قنبله نوويه طايحه بسبب خياراتك الموسيقى لحظة الحين الموسيقى حاطين قدامهم هذه العدة قال اعزف اي شيء من جه عندنا الباب اكيد انه هنتي خبر ضيع عشت معنا بس لا طلع على بيته الحين لحظة سؤال ما في الا احنا الحين شفنا ان البيئة البيت المدرسة الفصل شفنا هذه القاعة اللي بها البند اللي تاكل به وشفنا الساحة اربعة يا بعيال الذين خافوا والله استحوا على انفسكم ايش يب هذه مرينا هذه برضو خمسة هذه جديدة كانت جديد ها ما تعرف شلون تستخدم الجوال ضحكنا هذه ستة الحين ست مناطق يعتمد طبعا ايش الافكت الاخضر الزهري عفوا حطوه قريب افكت لازم اي شيء قلب
افكت زهري بوم، هذا هو اللي صار. ودهم يتعبون انفسهم. ردد اصلا الحين مستحي على نفسه. هذي خذرت هذي، يعني اول شكل رحت مع البنت اللي اختهم الكبيرة ذي. طول افكت الحين اي شيء لو ما يشتغل الافكت هذا باختصار شلون يخقون علي؟ خبرهم خقي من البداية، ما يحتاج الافكت هذا. شلون سو سكيب انا خلاص، هذا مقدار الشيء اللي اقدر اتحمله. لما بوم افكت يطلع ثم خقيت عليك، خلينا نشوف صور على الاقل صور دوت اونلاين. اتوقع اقله جيم بلاي، اتوقع اقله في حرب وحارب هذا بالسيف شيء اي شيء. انا برضه الحين بواحد يقول لي امشي وافتح الباب انا راضي اي شيء. اوكي ممتاز، تحذير اذا انت تحب العاب العاب الزينه اطلع، هذا تحذيرهم. باندون ام كاي او نام كبا احلي هو اسمهم. او انريل انجن 4 كراي وير سمبل بوليجون من بقى يا يا شل هايب ذا اللي هو ستارت. من اللي داخل اللعب باي دي؟ اكيد واحد من اعرفه. اوكي خلنا نسوي ولد نقدر نصير صغار ولا عمالقة. عطنا رقم 3 يس. لحظة الطول اوكي ساتر والله، شوف كل اللي تبيه بس عقبه كاستمايز. او اقدر اخلي صدره بس اكبر او اصغر مع الوجه. نبغى نشوف اكثر بيبي فيس هنا. نبي نشوف قلتك اكثر بيبي فيس، عطني هذا الشعر. هذا مو بشين، انا مو بشعر كيرتو يوم صار بنت. اوكي لقينا الشعر اللي نبيه، اتوقع لقينا الشعر اللي نبيه، بس برضه خلنا نمشي يمكن نلقى اغبى. انا مو بشين، هذا لو انا بقدر العب بشكل جدي بحد ذاك، بس تشلون يس هذا اللي نبيه. الحواجب يس هذا اللي نبيه. راح تختوش، هذا يوصف كل شيء لعيون ذي الحمر، يعني يعطي انطباع انه واحد خلاص كان نعيشته. وين العيون؟ يب هذا اللي نبغاه. لون البشرة خلينا نخلي كذا عادي. اوه اقدر اخلي العيون مضروبة. واحدة زرقاء واحدة زهري يس هذا اللي نبي. لا خليت الثنتين مع بعض يهتم بالحلال. يب لا عطني يس هذا اللي نبي. نبغى الوان مضروبه والحواجب نبي نخليهم خضر، والشفايف نبيهم كذا. عطني اياه اوكي خلنا نسمع الصوت. ما اقدر اسمع. شرارتك اوه كانراز تاسكيماس نوب. لقيناه. أبناي أبناي. كامي شتوي داتا. لا هذا. يارولتاكا. واركناينا. أوتسكاري. نانتوكا تاوسيتا. والله بحيانا اللعبة بها.
ماشية يعني بحلقة ال... كاست لسن اوكي لا 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 ويب شرطة لازم ويب سان يرجع سان ويب سان ويب سان يرجع احتل المعركة ام سوردة اللاين الحين هذا يتبع سوردة اللاين سيزن 2 يمطبوا بجال جيل اونلاين وقان جيل اونلاين All right, you noobs. Huh. Ah, damn it! Another bottle of Danny. This bottle is the story that saved the world. العالم الكبير هذا اللي ما راح تستكشف منه لجزء صغير يوم وش كرتك البنت اللي نطت عصنا اليوم نطت وتقتلوا في بلق الناس وتطلق أنا مشيت قلت أوكي أوه المشهور جدا بتخقون على ذا شوفوا شكلي تخقون على ذا شوفوا شكلي أنا واتساب كريها كن ده يعني أتشكوشي نسكودرون وات لو كنت صريح معك اللعبة رسمه حلو مو بشين يعني لو تنسى شكل غبي شخصيتي غبي ثواني الصوت مرة عالي اوكي يلا اوه الدادج رول سيء ار 3 ولا 3 لا ار 3 بس اذا كنت كثير با وش كان اسمها هذيك فريدوم وورز فريدوم وورز لعب على الفيتا اتمنى تجي على بلاي ستيشن لان كانت ممتعه صدق ما اقدر اسوي سكيب هنقدر نسوي سكيب اكيد ما عندي يلا اشوف حق التدريب حق خلصوا نشوف ان احنا بنوصل تشلون اصبر خلنا نشوف لو ادخل تخزين حق خوي ذاك الثاني اللي موصل على الاقل ضرر خبره يمكن موصل بخلص تدريب لانه شوف ليفل 2 خلنا ندخل هذا شوف ايش سالفته يب مخلص تدريب نروح للسيتنجز هذا كوميونيتي 頑張ります
شك هذا بيشبك اللاين الحين. كلام ياباني ممتاز. اوكي يلا خلنا نطلع نشوف ايش فيه. يب لا لا والله الصراحة شوف اللعبة اللي قبل كانوا زبالات، هذه يمكن اخذ على تخفيض يعني الى الان يعني يا رسم حلو، احس طريقة اللعب يعني من مرشينا، بس هاي فكرة الناس يقولوا قلوا خذ على تخفيض اتاخذ بسعر كامل. سو سكيب. شخصية البنت اللي معي ذي الثاني شعرها ابيض تشبه ذيك البنت من ايفانجاليان. واو كل شيء التدريبات دي. يعني نوصل حد نقول التدريبات مسخته. هنا المحل يمديك تشتري اشياء. افتحها ترى تدريب، انا ما نمشي على لعبتكم ذي. شوب تايم، يلا الحين شوب تايم. شوب تايم الحين. ساتر شد التدريبات دي. انا لعبت هذا على اساس اني بسوي سكيب لها تدريبات، جابت التدريبات زياده. اس بي سي. هذا اي واحد شاف سورد اوت راح يعرف انا اس بي سي グロッケの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。 ابي اشوف بس والله ودي اشوف مهمه بس واطلع، انا ما بلعب هنا فتره طويله. وراك شك. دي خلنا نرجع. خلص على الاقل نسوي لهم مهمه. عندك شيء تقولينه؟ اوكي. شلون اقدر اغير؟ اللي هو ما ودي اغير هنا كثير. للامانه يعني شوف شلون عندك على الاقل يعني غرفات كاب ايري حقتك. تشوف ايش كان اسمه؟ جاد ايتر. جاد ايتر برضو حلوه. لا والله فعلا تشبه ذي جاد ايتر كثير. أو هنا مهمات الحين يا هذا اللي نبيه. يلا هذا اللي نبيه، بروح اسوي مهمه شيء. انا مو بغريت مهمه ذي. جيروتو والوايفوز حقينه. قلت له بالجزء الاول اللي بسردة اللايم 1 اللي يمديك تخاوي بنات ثانيات وهو متزوج. من الذين خاين. كذا ما يستحي على وجهه. يعني عقله ما قال له ولا شيء سحب عليا. لو تلعب سورد ارت اون لاين 1 راح تعرف. واو هذيك اللعبه كانت زباله هذيك سورد ارت اون لاين ذيك. انت. يا سنة. اللي هو. ساتر وش التدريبات ذي؟ سووا سكيب يا اخي ابي افتك. مهمة واحدة الله يخليكم، مهمة تكفون. والوايفوز حقينهم جو الثاني يقوم كيريتو. اوه يلا ليه لا؟ اقسم رب الكعبة لو ما في مهمة ثانية الحين انا بفقد اعصابي. ما انا بضحك انا. الحين وش جابنا هنا بعد؟ ترجع شقتي. في قبلت انا مهمه ورا ما جتني. رحت سويت اكسبت وحين بعد كويست قال لي اوكي يلا بدينا كويست. ابي اروح اسويها.
الموسيقى دي هذا الرعب الحقيقي. الحين بدينا. أنت مهمة كيريتو. يلا كيريتو واحدة خقت عليه زيادة. اوكي امش تجي. هو قلت اقول لي بشتري بعد تخفيض بس ما بشاري. خلاص انسى. ما حد تدريبات ذي يعني في حد يوصل التدريب تقول اوكي يلا مشينا. انتي كويست كويست تكفى قلي كويست شيء. الله عاد اوكي يلا. اوه الحين بدينا. هاي اي واحد عطني. هاي واحد جيب. انا ما نبهتم. ابي اشوف الجيم بلاي شوي. الحين شفناه شوي ثم بعده داعي اجاب. اوه كيريتو. كيريتو سان ولا كيريتو تشان. اوه قاعد العبها الحين انا. ما عندي مشكلة. انا ما بشتكي. واو شو فريم ريت ده سيء. اوكي فريم ريت مو مرة. نحاول طلعت عالية هنا. اوه في جرابلين هوك كفو. اوكي اللعبة يجي منه. يجي منه يعني. حلو الحين تثينا تشوفن. اوكي ممتاز. بوم. راح مستقبله. وانت بعد. ما انت بجايب من عيال. طلقتين. الامانة. للامانة. يعني. وراء اللعبة هذه كذا يعني. كويس شوي. ابي ازوم. والله شكلك رهيب. للامانة للامانة. يعني. مهي بشينة. ابدا. يلا خلنا نذبح البنت الصغيرة ذي اللي مع الميني جام. ما عليك. للأمانة 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 اللعبة جذبت اهتمامي شوي. لا ما انا بادي ما بكويست ستارت. اطلع ديليت. خلاص انتهى الرعب الحقيقي. وتدري وشلون خل نحل هالمسألة الثيم ذا السيء. عطني اي شيء. ياي خذوا لعبة لعبة فيجوال نوفل كويسة. ياي يلا يعطيكم الف عافية شباب مشاهدة. كما اخوكم عبد السلام. و اشكركم تحملتوا الرعب الحقيقي. اذا عساكم تحملتوه. مع السلامة.